الآن قد تكون مالين هدف هولندي. ها قد حان الموعد الآن، 4 سنوات كامنة من الانتظار من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. الآن انتهى الانتظار العالمي وجاء وقت المونديال بعد مشوار التصفيات، ويأتي الدور على النهائيات. الآن العالم كله يحبس أنفاسه من أجل هذه البطولة ومن أجل ما سيحدث فيها. بالتأكيد درجة كبيرة من المتابعين حول العالم. من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير. ويسدد الكرة، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال فرص بشكل أفضل. يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز هنا. دي يونغ، لمسة على اليسار، لمسة بينية، اللاعب يستلم الكرة. دي باي، هولندا وركنية أولى في اللقاء، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. هولندا ممكن يستغل هذه الفرصة، هذه هي كرة القدم. فينالدوم، عادت الكرة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء، ولكنها ضاعت. يحاول أن يلعب كرة بينية، قراءة ممتازة من الدفاع. دي باي، هجمة مرتدة الآن، قد تكون مالين هدف هولندي. الآن أصبحت علامة مسجلة باسم الفريق، بارع جدا هذا الفريق في تنظيم الهجمات المعاكسة. المرتدات هنا لا مثيل لها. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. يلعب كرة طويلة، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الله على هذه المهارة، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، والآن فرصة للتحول الهجوم. تمريرة جميلة، يعدي إلى منطقة الجزاء، مساحة كبيرة أمامه، مالين لا تزال خطورة قائمة، وكرة في اتجاه المرمى، جول. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى، أي تألق في مباراة، هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه. هولندا يتقدم، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. بينية جميلة، ليس متسللا هنا،
أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم، تسلل موجود. ديباي، مالين، تدخل في توقيت حاسم. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. هولندا قرر التغيير بين الشوطين، ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ الآن إمكانية المرتدة، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. كرة تعود للخلف، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. فينالدوم، دالي بليند، دي يونغ، دالي بليند. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. ما زلنا في بداية الشوط الأول، نتيجة كما هي 2-0. فينالدوم، ديرون، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. فينالدوم، فان ديك، دي يونغ، يلعب الكرة راسية، لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا، أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه. كانت فرصة سانحة للتسجيل. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. يبحث عن المهاجم، وصلت إليه، مرت الكرة، ديباي، والتسديد. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل. يقوم بالتغييرات بالجملة هنا. دي يونغ، ديرون، ديباي، مرت الكرة بشكل جميل. جورجينيو واينالدوم، نمبر 21، فرانكي دي يونغ، بيرغويز، ديرون، كوب مايلز، يرسل كرة. تمريرة لم تكن دقيقة، بدون خطورة تذكر. وستكون هنا رمية تماس. كوب ماينرز، دي لخت، عمل كبير. يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. قدم الخصم هدية مجانية، لمسة ساحرة هنا. ثم ضربة راسية، تنطلق الصافرة. انتهت المباراة إذن بعد هذا الأداء الكبير، الأداء الراقي في هذه المباراة. يمكن القول أنهم تقريبا أزالوا الشكوك على جاهزيتهم للمشاركة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟